ايه الاخبار؟ الحمد لله كله كويس؟ تمام. طيب احنا زي ما انا قلت للناس عندي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك بيج اللي احنا هنبتدي نجيب مصريين موجودين في سنغافورة ونتكلم معهم. تمام. وبما ان البداية مسك فهنبتدي بيك انت يا احمد. تمام؟ طيب خلينا الاول بس نعرفك للناس. انا انت مين؟ بتعمل ايه؟ احمد محمد جمعة وانا في سنغافورة بقالي سنتين وكم شهر يعني. تمام. انا الاول كنت شغال في دبي، قعدت 3 سنين في دبي وبعدين جيت على سنغافوره. تمام. جيت الاول زياره كده، كنت سياحه يعني، جيت ماليزيا وجيت سنغافوره، وبعدين لما جيت سنغافوره عجبتني البلد وعجبني الوضع فيها وكده، وجيت على ان انا هشتغل الاول، وبعد كده يعني حصل شويه دروبات، وبعدين لقيت شغل اشتغلت فيه. كان فترة كان بداية البانداميك الكورونا والكلام ده. بعد كده الدنيا ما كانتش احسن حاجة طبعا، فلقيت شغل الاول بعيد عن مجالي، لان انا اصلا مجالي بروجكت مانجمنت، فلقيت شغل هو كان بروجكت مانجمنت بس كان في الهيلث كير. اوكي. فما كانش، كانت اول مرة اشتغل في الهيلث كير، فقعدت حوالي كم شهر كده، وبعدين لقيت شغل تاني في الشركه اللي انا فيها الادوكيشن فيلد، برضه بروجكت مانجمنت. وبقى لي سنتين في الشركه الحمد لله، الدنيا ماشيه والحمد لله الدنيا تمام. تمام. مبسوط في سنغافوره؟ طبعا سنغافوره كويسه، بلد كويسه وامان والناس فيها محترمه وطبعا كلها خضره، انا بحب الخضره. طبعا انا بحب الطبيعه عامه، فيعني لان في ناس كتير قوي من المصريين بالذات ما يعرفوش حاجه عن سنغافوره وما يعرفوش ان في مصريين هنا. لا، في مصريين كتير، في مصريين موجودين عشان الشغل، ومصريين موجودين عشان الجواز، ومصريين موجودين عشان يعني في كل حاجه يعني. عائلات جايين، عائلات يعني، مثلا زوجه واولادها. في ناس بتدرس، في ناس بتعمل ماجستير ودكتوراه، اغلبهم في المجال ميديكال، في المجال الطبي وكده. فلا، فيها مصريين، بس طبعا العدد مش كبير يعني، لو انت قارنت عدد المصريين الموجودين في سنغافوره غير عدد المصريين الموجودين في دبي. لا طبعا اكيد فرق كبير، هم العدد مش كبير بس في مصريين. بس سنغافوره اصلا بلد فيها اكسباتس كتير، فيها ناس كتير محترمين يعني، فيها حوالي 1,600,000 1,600,000 واحد جاي من بره. من 5,000,000 اصلا مش سنغافوريين مش موجودين. ما هو ده يدل ان ده العدد كبير، ما هو ده المشكله ان المصريين والعرب ما يعرفوش اي حاجه على سنغافوره، هو ده اللي مخليني برضو اللي انا اتكلم على الدول اللي زي سنغافوره وزي استونيا، ان الناس ما تعرفش عنها حاجه، وما تعرفش ان في شغل فيها، وما تعرفش ان فيها اجانب. هي طبعا بص، هو سنغافوره عشان البعد الجغرافي وعشان هي بعيده عن الميدل ايست عامه، مش كل الناس في مصر يعني انا لو انا شاب في مصر وبفكر اطلع اسافر بره مصر، هيبقى اول اوبشن بالنسبه لي افكر في الخليج، دبي، السعوديه، قطر. ده الغالبيه العظمى. بعد كده لو انا مثلا يعني شويه افكر في اوروبا، في امريكا. لكن دول اسيا لا، مش اغلب الناس بتفكر فيها، او ما بتبقاش الاوبشن رقم واحد بالنسبه للناس. طب ليه؟ عشان المكان الجغرافي، عشان المكان، عشان ما فيش معلومات كفايه عن البلد. عشان يمكن كمان انت في الغالب يعني، انا مثلا اول مره خرجت بره مصر، اول مكان فكرت فيه كان دبي، عشان انا كان ليا اصحابي في دبي، فانا رايح اصلا في ناس هناك هتبقى على الاقل هتوجهك، هتنصحك، وبتتكلم عربي كمان هناك. عربي. دي حاجه بعدين هبقول لك عليها، على حته البايو لانجوال، ان انت ازاي يبقى عندك يعني، هو في البايو لانجوال، مثلا البايو لانجوال في دبي عربي وانجليزي. صح. بلد زي سنغافوره انجليزي وتشاينيز، بس هي الاساسي واللغه الرئيسيه والانجليزي. انجلش كل حد. هو هناك مثلا الاساسي في دبي عربي، بس انت عشان تشتغل لازم تكون تعرف انجلش كويس جدا. بس انا عشان تشتغل برضه لازم تكون عارف انجلش. نفس القصه، بس انا بتكلم عن الحاجات اللي بتديك بريفليج وثقل من ناحيه كبروفايل. صح. صح. بس طبعا هنا اللغه الرسميه انجلش، وانت ما فيش حاجه ينفع تشتغل اي حاجه مهما كان مستوى الشغل الا ما تكون تعرف انجلش، لان هي اللغه الرسميه في البلد. انا قصدي مش التشاينيز او الماندرين هو الاصلي هنا. لا، مش اصلي، بس دي حاجات بتديك بريفليج. لكن زي مثلا احنا لما كنا في دبي، كان الناس المصريين او العرب عندهم بريفليج احسن، ان هم بيعرفوا انجلش وعربي،
هنا نفس القصه. بس انت هناك لو انت بتعرف انجلش بس هتشتغل، لان في عدد الهنود في دبي اكتر من المصريين مثلا بكتير، الهنود والباكستان والفلبينيين والانجليز اكتر من المصريين. ترجع برضو للايه، للمجال اللي انت بتشتغل فيه، الكابابيلتيز بتاعتك كبروفايل. انت عارف ان سنغافوره دلوقتي هي تعتبر اكبر بلد بتعمل ديجيتاليزيشن في كل حاجه، صح؟ فهم السوق هنا يعني عطشان جدا للحاجات التك، اللي هو الداتا ساينس والانجينيرنج والحاجات اللي لها علاقه بالسوفت ويرز والحاجات دي، كل حاجه الارتفيشال انتليجنس والحاجات دي. هي الحاجات دي عامه العالم كله رايح لها. فانت حتى لو حابب تيجي سنغافوره لازم تبقى عارف ان دي اكتر مجالات بيبقى فيها تعيين، وبيعينوا فيها اجانب كتير جدا كتير جدا. انا اعرف شركات بتعين بال10 وال15 داتا ساينس، يعني ما عندهمش كاليبرز هنا. لا هنا مش موجودين يعني، او حتى لو موجودين السوق هم مش كفايه للسوق. يعني خلي بالك ان اغلى غالبيه الناس في سنغافوره هنا هم فوق السن، فوق الستين غالبيه العظمى، فهم عايزين حد يكون اوير بالتكنولوجيز والحاجات الجديده دي، فده بيبقى من الجيل الجديد. طبعا انا كده ان هم عندهم ايجينج ايشو از ويل كمان، فبيضطروا يجيبوا من بره عشان يقدروا يعوضوا يعني النقص ده. اللي انا اعرفه كمان ان هم المفروض ان هم خلال 10 سنين الجايين عايزين يعينوا 60,000 داتا ساينتست. داتا ساينتست في الماركت هنا. ففي الغالب السورس الاول بالنسبه لهم الهند، لان هم ده اقرب بلد ليهم واللي بيبقوا عارفينه وكده. طبعا لو انت عشان هي كمان هاب بتاع الاي تي، هي الهاب رقم واحد في الاي تي في العالم، حتى كله العالم كله مش بس سنغافوره. فطبعا عشان كده هم بيفكروا في الهند. بس انت لو انت كمصري وعايز تيجي مثلا سنغافوره، مبدئيا هي سنغافوره احنا مثلا الناس بتيجي دبي بتروح سياحه 3 شهور تدور على شغل، انت عارف السيكونس الطبيعي. سنغافورة هيبقى الموضوع صعب شوية، لان هي ما فيش الجاب بتاع الثلاث شهور. هي شهر ويمكن هي شهر متجدد شهر. وعلى فكرة هنا مش بيجددوا لك اي، يعني لازم يكون عندك ريزون بلد، والتجديد ممكن يبقى اسبوع، 5 ايام، 3 ايام، على حسب انت عندك ايه عايز تمد. غير كده بتطلع برا وبترجع. ثانيا فكرة ان انت تيجي تدور على شغل هنا هو كوستي، هو ممكن يكون حاجة عملية وتمشي معاك، بس هو كوستي جدا، لان انت عارف ان هتدفع بقى سكن والتذكرة مكان بعيد. هناك في دبي هتلاقي واحد صاحبك ممكن تقعد عنده اسبوع اسبوعين ثلاثة لغاية ما تظبط. بس كمان قرب المسافة، ان سعر التذكرة من مصر لدبي غير سعر التذكرة من دبي لآسيا عامة وسنغافورة بالتحديد، موضوع مختلف. في كذا اوبشن بقى ان انت ممكن تدور على شغل في سنغافورة وانت في مكانك. ده اصلا موجود العالم كله، يعني هو العالم كله دلوقتي انت ممكن تلاقي شغل في مكانك. ممكن الشغل ده يبقى ريموتلي، تشتغل من مكانك هنا. ممكن تشتغل، الشركه هتعمل لك اوراقك وتيجي هنا. ده مش بس سنغافوره، ده العالم كله دلوقتي. طبعا ممكن تروح تشوف لينكد ان، ممكن تشوف المواقع زي انديد. انا عايزك بقى تقول لي الويب سايتس. انا طلعت فيديو صغير على الويب سايتس، بس بما انك انت هنا شفت قبلي فانت اكيد عارف اكتر مني في الموضوع. اهم تو ويب سايتس هنا، وهم يعتبروا الرقم واحد في سنغافوره، لينكد ان و طب والجوب ستريت انا بكلمك على جلوبالي او انترناشنالي، اللي هم اللي هي الشركات الكبيره هنا بتعين منها. جوب ستريت هو شويه لوكال ويب سايت، يعني هو معمول في سنغافوره او معمول في اسيا عامه. هو جوب ستريت من ضمن المواقع، بس انا بقول لك من اول نمبر 1 هو لينكدين. تاني واحد هو انديد. تالت واحد خش بقى الحاجات اللوكال اللي هي موجوده في سنغافوره، الجوب ستريت اللي هو في واحد اسمها جوكس دي بي مونستر، وفي مونستر سنغافوره جلاسدر، وفي في كذا ويب سايت. انت عامه يعني انت ممكن لو انت دخلت على جوجل وكتبت مثلا جوبس ان سنغافور مثلا، يعني هيجيب لك كل الحاجات الافيلبل، وانت تقدر تخش بقى براحتك. كده كده انت لما بتدخل على موقع ريكروتمنت وتحط الاكونت ديتيلز بتاعت الاكونت بتاعتك وتحط السكيلز والبريفرنسز بتاعتك، هو بيبعت لك نوتيفيكيشن على ايميلك بالجوبس اللي بتناسب السكيل بتاعتك. زي ما كلنا عاملين حطينا وعاملين. هل الشركات بتعين اوفرسيز؟ بتعين اوفرسيز بالنسبه لسنغافوره، لان هم اصلا ما عندهمش يعني هم دايما البول هنا مش مفهوش عدد كبير، فبيضطر يجيب اوفرسيز، مفهوش فرايتيز كتيره. هو بيضطر يجيب اوفرسيز. بس طبعا زي ما قلت لك هم هنا عشان هم الماركت بتاعهم ماشي في التك والتكنولوجيز،
هم فعلا اهم حاجات بيعينوا فيها اوفر سيز هي الحاجات دي. وكمان حاجات تضيف على حاجه الفاينانس از ويل، لانهم هنا هب فاينانشال عليم جدا فبيعينوا حاجات اللي هي الاكاونتنج والشارتر اكاونتنس ومش عارف ايه والكلام ده، بيحاولوا يجيبوهم من بره محاسبين والمحاسبين المدققين والكلام ده كله. هم هنا بيهتموا بموضوع الورق والاكسبيرينس ليتر والحاجات والتستيمونيالز اللي بتتبعت من الشركه من الشركه. فانت لو انت تعرف تجيب الاكسبيرينس ليتر وتستيمونيال من مانجر بتاعك و الحاجات دي كلها دي بتبقى كويسه للبروفايل بتاعك لو انت بتقدم. يا عقاب خلينا في ناس في عيال بتعيط هنا كتير، خلينا نسال سؤال على ايه مميزات سنغافوره من وجهه نظرك؟ بص انا سنغافوره بالنسبه لي الميزه الاولى فيها ان هي بلد هاديه بلد امان. انت هنا يعني انت بلد فعلا يعني انت مبسوط بكل حاجه، كل حاجه سهله. طبعا هو ما فيش جامعه على الارض يعني، كل مكان بيبقى فيه الحاجات بس في مميزات وعيوب. احتياجاتك انت كشخص عادي انت بتحتاج مكان كويس تشتغل فيه، المانجمنت هنا كويسه في الشركه بتاعتك اللي بتشتغل فيها، ما فيش اي مشاكل من نوعيه اللي هي العنصريه والحاجات اللي ما فيش خالص. انا ما بحسش بيها هنا خالص. لا هم هنا الناس مسالمين جدا، الناس هنا مسالمين لدرجه ودي ان انت اجمل حاجه ان الناس كلها مسالمين، حتى الشرطه مسالمه لما بتيجي تتكلم معاك بتتكلم معاك بالراحه بهدوء بابتسامه. في فكره بقى الفاسيلتيز والديجيتاليزيشن في كل حاجه، وان انت كل حاجه بتعملها بسهوله اونلاين بالانترنت، فده مسهل لك برده وقتك بيوفر وقتك بيوفر مجهودك والكلام ده كله. بس فدي احسن حاجه عجباني في سنغافوره. كمان انت لما بتسافر تشتغل بقى بتسافر تطلع بره عشان تشتغل مثلا، انت كل واحد بيبقى عنده حاجه يعني. انا ممكن انا اشوف سنغافوره فيها مميزات غيري ما اشوفهاش مميزات يعني. بالظبط صح. سنغافوره في ناس مش حابه الهدوء، في ناس عاوزه سقف دبي وبتاع، عايزه دبي وبتاع، حاجه فاتحه لغايه 5 الفجر ومش عارف ايه والكلام ده. لا البلد بتصحى بدري جدا وبتنام بدري جدا. الحياه شويه انت عارف هم دي مهتمين بموضوع الكوفيد والكورونا والحاجات دي، فالدنيا ريستريكشنز هنا عاليه في الوقت ده، لكن في الوقت العادي كانت الدنيا. انت جيت هنا في الوقت ده عشان انا الوقت ده جيت هنا. انا جيت مع اللي شفتها في الاول كانت جنه، كانت جميله. انا الاول ده ما حضرتش، ده كان اجمل حاجه. انا سمعت عنها، انا جيت تورست وانا في الاول انا كانت عاديه، فانبهرت بالبلد صراحه، حسيت ان لا البلد دي لطيفه جدا يعني، حتى على الرغم من الصخب اللي كان فيها بس كانت هاديه برضه يعني، كانت اهدى من دبي بكتير يعني في الاماكن السكنيه. لكن لو نزلت وسط البلد فهي مش هاديه خالص في الوقت العادي، مش هاديه خالص. اورشارد ستريت والكلام ده وبتاع كده كده ما يعني. لا بس هي كمان النيتشر هنا كويسه، النيتشر في اسيا عامه. النيتشر في اسيا، وبعدين هي قربها من دول اسيا كلها، فممكن تتفسح في الوقت العادي. دي كمان ميزه يعني من ضمن المميزات بتاع سنغافوره، ان انت سهل جدا تلف في اسيا كلها. طبعا احنا بالنسبه لنا عشان نيجي من الميدل ايست لاسيا بتدفع قد كده اهو طبعا، لكن انت هنا في سنغافوره لا الموضوع ارخص بكتير، تقدر تلف اسيا كلها. طبعا بتكلم على الوقت العادي اللي هو لما كان في سفر يعني. هيرجع تاني ان شاء الله، هوبفلي ان شاء الله الدنيا تبقى احسن. طب يعني الناس من بره عشان تقدم محتاجه تدخل على لينكد ان وعلى الويب سايتس وتقدم، مش لازم انها تيجي بنفسها هنا وتدور. لا مش لازم. لو حد حابب يجي والله، بس انا ما بحبش كده يعني. انا حتى اول مره جيت سنغافوره جيت على شغل يعني، اول مره انا جيت على شغل، وبعدين حصل دروب مع الشركه كده، والشركه حصل لها دروب عشان الكوفيد وكلام، قررت انقل شركه ثانيه، فاضطريت انك انت تروح شركه ثانيه. لكن انت جيت على شغل زي نفس الحكايه، انا جيت وانا معايا الاي باس بتاعتي وجيت ودخلت البلد وانا عندي شغل وكل حاجه مستقره. عشان كده انا ما بنصحش اي حد ان هو يجي هنا سياحه ويدور على شغل، لانك اولا البلد صغيره، واحد مش هينفع تكسر فيزا، انت خلص انك تكسر الفيزا دي مستحيل، محدش هيسمح لك تعملها. التالت حاجه ده رايي برضو الشخصي، ان اما تيجي من بره على اي باس فانت جاي باحترامك وبقيمتك وبالكلام ده وكله وبتاع، وتقبل السالري اللي على مزاجك او المرتب اللي على مزاجك والبوزيشن اللي على مزاجك، انت مش مجبر تقبل اي حاجه عشان انت مضطر تكمل قاعد. فاهم قصدي؟ ده انا رايي الشخصي في الموضوع. على فكره انا كمان شفت مصريين هنا في شارع العرب حتى هم على اساس ان هم يعملوا بيزنس هنا يعني. البلد برضو فكره انك تعمل بيزنس فيها هي فيها ميزه حلوه قوي، ان هي ما فيهاش كل حاجه ماشيه بروز. ما فيش اي فساد في الموضوع. كله فده برضو من ان انت ممكن لو انت تقدر تعمل بيزنس فده بقى حاجه كويسه، فتيجي تعمل بيزنس اكيد وهتلاقي ان الدنيا بالنسبه لك كويسه، لان الرولز هنا واضحه وما حدش هنا
ما حدش هياكل حقك، ما حدش هيسرقك، ما حدش هينصب عليك. اي هنا في رولز وكله ماشي على الرولز وكله بيخاف ان هو ينصب على اي حد لانه سجن، هتدخل السجن على طول. انت بالك بقالك قد ايه؟ انا سنتين وحوالي 3 شهور. حلوين يعني، انت عارف البلد كلها؟ اه يعني معقوله، هي البلد صغيره يعني، انت بالظبط سنه هتبقى عارف كل حاجه. اه انت سنه هتكون لفيت البلد كلها. هي البلد اصغر من شبرا يعني، لو انت هي بالظبط لما انا حاططها في ويب سايت بحط الماب على الماب، هي طلعت نص القاهره، نص مساحه القاهره بالظبط، نص مساحه القاهره. في كده ابلكيشن او ويب سايت بتجيب اي دوله انت عاوزها وتحطها على الدوله الثانيه عشان تقارن المساحات ما بينهم من بعضهم. فعليا سنغافوره ابعته لك، فعليا طلعت نص مساحه القاهره يعني، انا حطيتها على القاهره ثلاث مساحات. ها ولا صغيره صغيره، هي اصغر من البحرين بالمناسبه، اللي عايش في البحرين فهي اصغر من البحرين. البحرين ما فيش خالص، بس على قد صغرها على قد ما هي عامله ضجيج عالي جدا، لانها هاب فاينانشال هاب اي تي هاب، مسمعه في الدنيا كلها، من اغنى من اغنى دول العالم. اقوى باسبور في العالم هو الباسبور السنغافوري، هو اللي هو اكتر دوله اكتر او نقولها ازاي، اكتر دوله باسبورها بيدخل دول تانية في الفيزيت هو سنغافوره. هم اعتقد 192 دلوقتي بقوا الثاني ولا الثالث؟ هم الاول لغايه دلوقتي واليابان الثاني لغايه ما احنا بنتكلم النهارده. لحد النهارده في فتره بس نيوزيلندا طلع اولاني ساعه ما كان ما فيش كوفيد، كوفيد زيرو، فكان مفتوح لكل الناس. بس هو طبيعي ان السنغافوري رقم واحد، والنيوزيلندي بتاع حالاتي رقم 7 أو 8، بدون 7 أو 8. هو ده يبين لك كمان قد ايه هم مسلمين يعني، هم كل الدول مرحبين بيهم، عايزين تيجوا تعالوا حتى من غير الفيزا ومن غير اي حاجه. عمري انا ما سمعنا على سنغافوري راح بره وهرب مثلا وما رجعش سنغافوره. هرب ليه؟ هم اصلا في اوروبا وربع امريكا بيحبوا يعيشوا هنا عشان طبعا انت عارف ان البلد شمس طول السنه ومطر طول السنه. انا جيت عشان كده، انا هربت من استونيا عشان كده. مش برد يعني فعليا، انا حتى قابلت لي اصحابي انجليز هنا، كلمت معاهم بسالهم طب انتوا ايه الكوفيد مش هترجعوا؟ قالوا لا صعب عشان الموضوع انت عارف لندن ضباب يعني. فقالوا لي لا كفايه ان في شمس، ده اهم حاجه. موضوع الشمس ده يعني هو موضوع الشمس ده مهم قوي 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 للي عايش حالتنا في اوروبا. فانا عايش في اوروبا في استونيا ما قدرتش استحمل، جيت سنغافوره جري. لا طبعا هنا نعمه من عند ربنا، الميزه فيها كمان الجو حلو. وبعدين هنا كمان خلينا نتكلم فاينانشالي او من المرتبات او اللايف ستايل حلو. ده لسبب ان التاكسز قليله قوي، الضرايب قليله جدا. التاكسز قليله جدا، ودي تعتبر من اهم مميزات سنغافوره هو الضرايب. العالم كله فيه ضرايب، الضرايب عاليه. ما بتكلمش على الخليج طبعا، الخليج حاله استثنائيه، انا بتكلم على الدول الثانيه كلها كله فيه ضرايب من 30% و35% و40%، وفي دول زي هولندا بتوصل انك تدفع 51% ضرايب. هنا تعتبر من اقل الدول في الضرايب، انت بتدفع مثلا 9% 13% 11% على حسب مرتبك، يعني حاجه بسيطه جدا من مرتبك. هو كمان انت كمان بتعمل القرار الضريبي بنفسك، فاكر انت لما قعدنا الاي ار اس؟ هم بيسيبوك براحتك وبعد كده هم انت صادق بالنسبه لهم مهما قلت لهم، انت صادق على طول. انا خدت كذا، انا جالي كذا، انا عملت كذا، وده يدل على مسالمتهم ان هم مسالمين، ان هم كل الشعب مسالم. الميزه كمان ان هم اعراق مختلفه، في العرق اللي هو الهندي والعرق الصيني، الملايو والهندي والصيني والصيني، في حاجه اسمها يوريجين ده اللي هو اسيوي متجوز اوروبي، الاب او الام اوروبيه او اوروبي متجوز اسيا او متجوزه اسيوي. يعني ده غير الاذرز اللي هم احنا اللي جايين لهم كده من بره. ده اللي هو احنا من بره مش عارفين يصنفوا مسمينا اذرز، وكلنا متعايشين مع بعض من غير مشاكل خالص. لا انت يعني عادي، ما انت انا عندي اصحاب هنود وصينيين وملايو يعني. طيب اللايف ستايل يعني، انت عندك وقت انك تشتغل وتروح الجيم زي ما تسمع ما شاء الله اكبر اهو، ولا قوه الا بالله يعني بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. عندك وقت تروح الجيم وعندك وقت انك انت تخرج وتتفسح مع اصحابك وتروح. لا الوقت هنا خلي بالك، احنا اغلبنا الوقت ورك فروم هوم يعني، فده برضو بيديك يعني. انا طبعا اتمنى ان البانديميك دي تخلص، بس ورك فروم هوم ده يعني متعه المتعه يعني. يعني كمان انت ممكن ورك فروم هوم، انت ممكن تنزل تشتغل من يعني مش شرط من انت من كافيه، ممكن تشتغل من كافيه. انا بس عايز اوري الناس انا حاطط الماسك ازاي هنا اهو، انا برضو حاطط الماسك ده يعني مجهز عشان لما هنطلع دلوقتي انا مخلص الازازه، المفروض حد يجي يقول لي لازم تحط الماسك عشان ما ينفعش. لسه معايا شويه انا خلصت، وبالتالي لازم احط الماسك على طول.
طيب انا خلينا نقفل الحلقه الاولانيه على كده يا محمد. انا بس كنت عاوز احمد قصدي محمد ايه ما احمد أصلاً... محمد عادي لا عشان انا بفكر في محمد عشان انا واحد صاحبي اسمه محمد بفكر في حاجه فهو احنا مره جايه ممكن نخلي محمد محمد جه معايا مره اه الناس ما كنت معانا احمد كان الكاميرا مان في حلقتي انا ومحمد يعني الكاميرا مان ماشيين الكاميرا يا احمد معلش الناس خلي ده جزء اولاني ونقعد نتقابل بعد كده مره والثانيه والثالثه ونجيب بقى تفاصيل خلينا نتكلم في التفاصيل ماشي. يعني دي انا المره الجايه انا هحاول اجهز لك شويه حاجات كده برضو عن لانك انت تعرف اكتر مني طبعا عن البلد هنا بحس انك انت كنت قبليه هنا فانت فاهم الدنيا ماشيه ازاي اكتر تمام ماشي. خلاص شكرا يا احمد كمان عشان نقفل عشان هم شويه هيطردونا احنا في ستاربكس بالمناسبه انا خلاص شويه هيقولوا لنا باي باي. شكرا جدا لكم يا جماعه استنونا بقى في الحلقه اللي بعديها نكمل كلامنا على سنغافوره معنا احمد ايه فين انت يعني قول كلمه بقى يلا يا جماعه اشوفكم على خير ان شاء الله وانا اتمنى لكم التوفيق كلكم يعني واتمنى ان انا كنت حتى وصلت ولو معلومه صغيره يمكن تفيد حد في الموضوع وصلت كتير تمام شكرا يا احمد ليك شكرا السلام عليكم السلام عليكم